ازيك يا بنتك يا بنات؟ الله يخليك يا امه. يا الحمد لله على السلامه حبيبي. اهلا اهلا. الحمد لله سلامه. الحمد لله سلامه يا حبيبي. يا ايدي الحمد لله بسلامتك يا حبيبي. حبيبي يا ابو علي. الله الرحمن الرحيم. سلمى اهو. سلمى وحشتك كده يا عبد الله. بقى تقول لي 10 ايام وتروح وتغيب 30 يوم ليه؟ بتعوض شهر العسل بتاعنا؟ معلش معلش. بعدين ايه الالوانات اللي انتوا داخلين بيها دي؟ الوانات شم النسيم. ليك سفر يا عندي. لا مش عايز. مش عايز اسافر انا. لا هتسافر. اسافرك سفر. بتعملوا ايه 30 يوم؟ انا عايزه افهم. بسم الله. انت منور. طبعا. الحمد لله تمام. حاسبي بس كده بس عشان عامله انت كويسه؟ الحمد لله. مش هتسلمي عليا ولا ايه؟ طب عادي. بقول لك ايه، تعالي عايزه اوريكي حاجه كده. لا معلش بس تعالي بس. عايزه اقعد مع عبد الله بس. صدقيني هتعجبك. تعالي بس. ازيك يا هواي؟ تعالى يا بنت. انت وحشتني يا اختي. مصر كلها نورت. منوره بيك. عاملين ايه؟ الحمد لله. الشنطة دي فيها حاجات ليك والبنات فين؟ خارج. بس 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 كرينا وعادي زمانهم جايين. والله دول هيفرحوا قوي. يلا يجوا بالسلامة إن شاء الله. يا بابا جه. الحمد لله إن أنتوا جيتوا لنا بألف سلامة. والنبي وصيها ها؟ في سفرية ليها. هسفرها وأدلعها إن شاء الله. لا 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 أبو علي يا أبو علي. يا نورة فكيها بقى شوية. ما هو قال لك إنه ليكي سفرية. أهو. كلام. حرام عليك يا نورة. انت عارفه ان عبد الله دايما عند كلمته صحيح؟ يعني هو قال لك ان هو هياخدني وهنسافر لوحدنا؟ ايوه والله هو اكد لي ان ورا عبد الله بيحبك قوي. بص انا جبت لك ايه؟ دي عشاني؟ يا رب تعجبك. الله يفيك الخير. ها يا نهار اسود. ايه ده؟ مايو زي اللي انا كنت لابساه بالظبط. يا رب يطلع مقاسك. اللي هو انت لبستي لعبد الله واحد زي ده؟ ايوه يا نوره. مش كنا على البحر؟ يخرب بيتك كنتوا على البحر. ايه عشان كده قعدت هناك شهر؟ مش انت اللي قلتيلي لازم نحافظ على الراجل اللي حلتنا عشان ما يجيبلناش واحده ثالثه؟ طب ما انت ناصحه اهو. عيب عليكي. بس ده يجي مقاسي؟ يا رب يجي مقاسك. بس انا اتكسف البسه. اتكسف البسه يا عيطي. انت ناسي النص التاني. ايه ده انا فاكره هو كده. حسن وحشك قوي يا عبد الله. مش كده حبيبي يا ابو علي؟ كتر خيرك والله يا ابني. بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تراضي نواره. امال ايه؟ عبد الله طول عمره حنين. ما تقلقيش على نواره معاه. ياما نواره دي مراتي وامي كمان. من ساعه ما حسن الله يرحمه مات وانا بعتبرك زي فاطمه بالظبط. انا كمان بعتبرك زي حسن الله يرحمه. أنا حظي الحلو اللي أنا بقى ليا أمين. ربنا يخليك لينا يا ابني ولا يحرمنا من دخلتك علينا أبدا. والله يا ابني من كتر اللي أنت بتعمله معايا حاسة كده إن حسن لسه عايش. ما عشان كده إن شاء الله أنا نويت أطلعكوا عمرة. يا عبد الله. إيه رأيك؟ يا حبيبي يا رب. يا ما نفسي أزور الكعبة وملس بايدي كده عليها واقعد اعيط. حتى هتروح تعيط هناك كمان يا اما. معلش يا ابني يا حبيبي من فرحتها. ربنا يكرمك يا عبد الله ويوعدك بزياره بيته يا رب. الله ان شاء الله. وانا سايبكم انا طالع معاكم. هنطلع نعيط انا وانت بقى. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. بعد الشر عنك يا حبيبي. ربنا يخليك ليا. ربنا يخليك انت لينا يا رب ويبارك فيك. طب بصي انا هلبسه والبس فوقيه فوطه. فوطة ايه؟ حرام عليك. هجيب بيها من الحمام دي. لا فوطة ايه؟ هجيب لك كاش مايك. لا يا بنتي لا كاش ايه؟ هو هيجي يلاقيني بالفوطة كده يحس ان في حاجة غلط. ايوه مشدد. ايه في ايه؟ في ايه؟ اسم الله عليكي مالك؟ مش عارفة. في ايه؟ حاسة بايه طيب؟ مش عارفة. طب استني هجيب لك عبد الله. استني. لا 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 انا كويس. سيبي قاعد مع مامته شوية. كويسة ازاي؟ ده انت عمالة تكح. تلاقيش نور. بس دايخة شوية يمكن خدت برد. حبيبتي؟ لا هو انت تلاقيكي بس استهويتي طبعا. مش قاعدة له بالمايو بقالك شهر. كل ده بالمايو. قومي. طب معايا قومي. تعالي تعالي نشرب حاجة. يلا